والحضور. السلام عليكم. يا ريت يوم ما يكون دمي سداد للبلاوي اللي عايشين فيها. اوعي يا سميرة تعمليها، اوعي يا سميرة تعمليها، اوعي. ست سميرة في شيء؟ ايوه يا حضرة الضابط، بدي احكي الحقيقة. حتى على بنتي بطلت اقدر امون. اتعلمي اتربي تعلمي بس. اسكت انت ولا بطلقك بالثلاث. لا على طرفها. لا لا يا رب. ملك يوصلت فيك انك تمسكي ايدي. عفوا يا رب انا ما قصد. لا والله خلفت يا ابو ماجد، لا والله خلفت يا ابو ماجد. ارفع راسك فوق يا ابو ماجد، ارفع راسك فوق بالعالي ومشي بين الناس وقول ابو ماجد شيخ العشيري. تكسر كلمته بنت. اي والله لا خنقك وتريح منك. انت استنى الدكتور سامي. دكتور سامي؟ تحكي جد؟ ومن ايمتى انا بمزح يا عقله؟ انت روح روح وما تخبر حدا، وبكره تعال واسمع خبر الدكتور سامي. بقري نعسانه وجرح الألم فيها، صبية سهرانه والدمعة تكويها، تحكي عمد العين قصة عمر مهدور، والليل يرحل بالصدى ويدور. والقرية لما تضيق ما تلاقي فيها صديق، كل يوم تغلي بالحقد الأسود، ولو جرح مرة اندمل جراح تتجدد، ربطوا الشرف بالعار والمية صارت نار، كل الحقايق يا خلق ضاعت، والبنت البنت في سوق الأسى انباعت، وبالليل تشهق بالدمع وتقول عيوني ما تنام الليل ساعة، وقلبي ما خلى من الهم. I'm
وشنشلت إيديه بالذهاب يا بابا. ومهما الظلام اشتد والشر خيم عالبلد واحتد، بظل فعل الخير يجذب الناس وقلوب مليانة أمل وإحساس. شو صار شو ما صار، شو أول المشوار شو آخر المشوار، نغمة عتاب بتعتب على العتب، وقصة غريبة مزنرة حب وغضب، وقلوب ما بتعرف تعب. خير ان شاء الله. مش عارف شو اقول لك يا سامي، ابوي مصر على انه سميره تسحب الشكوى. ليه؟ مش عارف. خير ان شاء الله. تفضل تفضل. ان شاء الله ما في شيء جديد. الحقيقه يا حضره الضابط، احنا حاولنا المستحيل انه الموضوع يمشي بالطريق القانوني، لكن للاسف ما طلع بايدنا. مش فاهم. ابوي مصر على انه سميره تسحب الشكوى، ولا راح نواجه في البيت مشاكل كبيرة. مش كنت ريحتني يا مهجد وخليتني أعمل مثل ما بده؟ لا يا ست سميرة، أنا مش معاك في هالموضوع. مجرد المحاولة أفضل من ولا شيء. شو رأيك يا دكتور؟ أكيد بكفي أنه أبو ماجد يعرف أنه أولاده واقفين ضده ومش ممكن يوافقوا على تصرفاته عن رضا وقناعة، وهذا بالتالي في رأيي بيخليه يتنازل ولو عن جزء بسيط عن أفكاره البالية. أبوي عمره ما بيتنازل عن إشي، انتوا ما بتعرفوه مثلي. واسع يا حضرة الضابط، بخصوص التنازل عن الشكوى ضد مجهول. تفضلي وقع هون يا ست سميرة. توقيعك على التنازل ما بيعني انه الموضوع التغى. ليش في اجراءات ثانيه؟ مش مجرد اجراءات، الموضوع انه الطرف الثاني اللي مقدم شكوى ضد سميره ما سحبها. يا سيدي اللي علينا عملناه. مع السلامه. تجاي معنا سامي؟ لا خليه شوي، بدنا نتحدث انا والدكتور. خطر. مع السلامه. تفضل يا دكتور. هذا مش تصرف رجال. تجبروني أكذب قدام الحكومة وبعدين تجي حضرتك مقبول ترفع شكوى كمان. يابا الحكومة عارفة كل شيء، إنكار ما بي منه فائدة. من الأول قلت لك تروى ما رديت. هيك أحسن تطلعوني كذاب قدام الناس. يابا الله يرضى عليك تخليني بحالي. وين بدك؟ ارجع وقض. بدنا نفهم شو اللي بدك تعمله. والله ماني داري يابا. سمعت اليوم انه ابو ماجد اجبر بنته سميرة على سحب الشكوى. شو قصده من وراء الشغلة؟ قصده واضح، ابو ماجد بده ايانا نكد عليه جاه. السلام عليكم. عليك السلام. السلام. هلا مصطفى. مالك يا مصطفى؟ سلامتك يا عمي. خير مبين بوجهك في حكي. أي هو مقبول خلانا حكي وقول يا عمي.
مالك يعني مصطفى مالك؟ كيف ما اني كيف ما اني؟ خلينا نطلع كنا كذابين يا مقبول وتروح تقدم شكوى كمان؟ اهدى يا مصطفى وقعد. بالنسبة لموضوع الشكوى أنا بقول لازم نسحبها. بس يابا هسع يعني فاتي لوان هسع. لا بعد ما صار شيء يابا يا مقبول. قوم اسحب الشكوى هسع. حاضر يابا. اللي بدك اياه بصير. هذا انا رايح. انا بقول نروح كلنا سوا احسن. قول احسن يا عم. توكل على الله. يلا. تفضل. ايوه. وبعدين يا ابو ماجد. انا اللي عندي قلته يا حضرة الضابط. تفضل. سيد الجماعة كلهم موجودين. خليهم يتفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. يعطيك العافية بيك. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلوا يا جماعة. اهلا وسهلا فيكم. بالمهلي. ان شاء الله راح نطلع من الاجتماع بنتيجة طيبة لصالح الجميع. هذا اللي بنطلبه من الله. طالما الطرفين متنازلين عن الشكوى هذا بيعني انه في نية طيبة للصلح والتصافي. أما إذا في نوايا سيئة وهذا اللي مش ممكن أسمح فيه ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه ساعتها راح أتصرف بمنتهى القسوة. وإنت يا مقبول بتقدم اعتذارك قدام كل أهل البلد عن اتهامك لسميرة وللدكتور سامي. إيش؟ إحنا موافقين يا حضرة الضابط. مقبول بس بده يقدم اعتذاره يا حضرة الضابط. يابا طالما الجماعة معترفين بغلطهم مستعدين يعتذروا لنا، شو بدنا أكثر من هيك؟ ولا إشي. أعتبر هذا موافقة على الصلح من قبل الطرفين؟ أيوة بس إلنا شرط. وكمان بدك تشترط يا أبو مقبول؟ شرطي بده يكون دليل أكيد على التصافي وحسن النية يا أبو ماجد. سميرة لازم ترجع لجوزها. مطلب حق. شو رأيك يا أبو ماجد؟ إحنا موافقين. إذن نكتب عقد الصلح وإن شاء الله بتكون بداية خير للجميع. كله حبر على ورق. والله إذا ما صار الصلح عجيري يسمع بيها البعيد قبل القريب. ما أنا مصلح. طيب شو بدك تعمل هسا يا عمي؟ ماجد اليوم مسافر وبكرة الشرطة طالعة من البلد. مجرد ما يطلعوا من البلد بنودي طارش للعقدي بنبلغهم بالصلحة، وإذا ما بدهم ساعتها بنتصرف. عين العقل يعني. دكتور سامي. نعم. إلي عندك رجاء خاص. تفضل. إذا بصير أي إشي في البلد بيكون بحاجة إلنا، ما تنسى إنك تبلغنا. ولا يهمك يا حضرة الضابط. على كل حال باعتقادي إنه الأمور راح تمشي طبيعية بعد جهودكم المشكورة إن شاء الله. هذا بعود لتعاونك وتعاون الدكتور ماجد. يا سيدي احنا ما قمنا الا بالواجب. على كل تسمحوا لنا. يلا بخاطركم. طالعين مع بعض. تفضلوا. تفضل. شو هي لعبة اولاد صغار؟ قبل يومين لما كان الضابط هون اصطلحنا وكلنا وقعنا الصلحة وشربنا قهوة سوا. يابا هذول الجماعة عنيدين وما بيجيبهم الا اللعنة منهم. أشوف لك الجماعة ما ردوا خبر. مبين يا عمي إنهم مستوطين حيطنا. لو إنهم حاسبين حسابنا كان ردوا. بسيطة بسيطة يا أبو مقبول بسيطة. يا أبي حامد قوم اجمع رجالنا كلهم وقول لهم الليلة ليلتكم، يا إحنا يا هم بالقرية. فاهم؟ والليلة بتقرر المصير. قوم. حاضر يا عمي. شو وراك يا عايد؟ مالك ملهوف؟ يا جماعة المتاريس عادين عدتهم.
أكيد الجماعة مش ناويين على خير. مش قلت لك يا أبا؟ مش قلت لك خلينا نأدبهم؟ ظليت تقول اصبروا اصبروا. تفضل، هذا هم بدهم يهدوا علينا بدورنا. وحد الله يا أبا يا مقبول وخلينا نفكر بهدوء. بكفي عاد يا أبا، بكفي مذلة يا جماعة. ما تحكوا ما تقولوا، فوق ما هو الحق لنا نقوم نصلحهم. هذا كثير يا أبا كثير عاد. يا عمي يا عمي، هالجماعة هذول ذلون أكثر من اللازم، والمين ما عكرت ما بتصفى. والله إنك صادق يا مصطفى. اللي باين إنه ما ظل قيمة ولا احترام بين الناس. سلامتك سلامت قيمتك يا عم الشيخ. وشو القيمة والاحترام اللي بتحكي عنها؟ ولا واحد فيكو سامع كلامي. جماعة وغلطنا بحقهم، لازم نصلحهم. والاعتراف بالخطأ فضيلة مش مذلة ومهانة مثل ما بتقول مقبول. بس يا بلمر. بس عاد بكفي. احنا جماعة مسؤولين عن حمولة طويلة وعريضة، لازم نفكر بعقل. الشيخ مزهر هو الوحيد اللي ممكن يصلح بيناتنا، لأنهم بيثقوا فيه وإحنا كمان بنثق فيه. لازم نبعث وراه حالا. يا دكتور يا دكتور. مالك يا محمد؟ ايش فيه؟ احنا لازم نسكر العيادة ونروح. ليش؟ البلد مقلوبة على بعضها البعض. ما تحكي يا محمد، ايش اللي صار؟ ابو ماجد نقض الصرحة مع العقدي وجماعته موزعين على قد البلد، بدهم اشارة واحدة بس. احنا لازم نبلغ الشرطة باي طريقة. انا خايف تقع المذبحة قبل ما تصل الشرطة. والحل؟ احنا لازم نلاقي طريقة نوقف فيها المجزرة. الشيخ مزهر هو الوحيد اللي ممكن يمون على الطرفين يا دكتور. تعال معي يا محمد. يلا. على كل حال يا شيخ ابو ماجد، والحكي للجميع. ولا تقولون يا شيخ، قد ما الشر باع وطول بضل الخير اقوى. بس احنا ما دقينا باب الشر يا شيخ مزهر. يا شيخ ابو مقبول، تؤمر يا شيخ مزهر. حق المتاريس ثبت عندكم، وبياض شرفهم وجب عليكم. احنا مستعدين باللي تؤمر بيه يا شيخ مزهر. اي بالله يا عرب العقدي. حاضرين يا شيخ مزهر. يا عرب المتاريس، تفضل. الكل منكم حاضر وسامع، والله وكيلي ومحمد شهيدي ما احكم الا بالحق. تفضل يا شيخ مزهر. اخيركم يا جماعه العقدي بين دفع غرامه مقدارها 1000 دينار او قطع لسان. احنا موافقين ندفع الغرامه يا شيخ مزهر. وبعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكرك ونشكر كل عرب المتاريس. وشرط ثاني، ترجع سميرة بنت الشيخ أبو ماجد حليلة لمقبول. احنا موافقين يا شيخ مزهر. يا أخوان، الصلح سيد الأحكام، وبارك الله بالجميع. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. وانت يا مقبول، ومحب على رأس عمك واستسمح خاطره. يلا شوف. بارك الله بك. الله يبارك فيك. يا بنيتي يا سمير، انت ما بدك تبطل عياد؟ كل اللي صار وترجعوني إلو يومه. معلش يا بنيتي، لازم تتحملي وتصبري أكثر من هيك يمه. هذه قسمتك ونصيبك، الله يكون بعونك.
يلا يما الله يرضى عليك، هسع بيجي جوزك. يلا يا حبيبتي يلا. حاضر يما، مستعجلين كثير على شقاي وعدي. يا سميرة تعال يا ابو جاي. يلا يلا يما، اكيد اجا مقبول. يلا يلا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا بنتي. تنشوف ايش اخرتها. هاي اخرتها، مقبول العقد عمل عملته فضحنا بين العالم. هو ايش؟ قوم اصلح. والله ما انا عارف يا علي كيف عم ابو ماجد قبل. اي هو عار الشرف بتمحيه المصاري. هو صحيح ابو ماجد شيخ العشيره وصاحب المشكله، بس عارها علينا كلنا. انت بتحكي مزبوط، بس احنا مش لازم نسكت. شو بدك تسوي يعني؟ بكره بتشوف، بكره بتشوف وبتسمع ان احنا مش لازم نسكت. ودبارهم علينا. انا مش ممكن اسكت. يعني بتفكر انها قليله علي؟ ادفع 1000 ليرة؟ ليش؟ شو اللي عملته؟ مالك ساكته؟ ما تردك، مالك ما تردك، ولا شو بدك تردك؟ تدفعين 1000 ليرة وتخربي بيتي كمان؟ طالما مش عاجبك كان قلت هذا الحكي مبارح. على كل حال ما صار اشي، اذا ما بدك انا مستعدة ارجع لاهلي. انت بتهدديني؟ انا ما بهددك، انا برد على سؤالك وبس. بسيطة يا بنت ابو ماجد، بسيطة. بشوف يا مصطفى ما سمعنا بخبر الدكتور سامي. يوميتها ظلوا عند الضابط، ماجد وسميرة طلعوا وهو لا، كأنه حس بالخطر. طب هسع؟ هسع الجو مش مناسب. هسع أصلحنا وسميرة رجعت لجوزها. وأنا بقول هيك، ترى يا مصطفى العين عليك. علينا؟ لويش؟ أنت بتساعد مقبول والكل بيعرف هالحكي، وهالشغلة إذا ما صارت من مقبول بتصير منك. يعني هيك هم حاسبينها يا شتيوي؟ أيوه. وانت كيف حاسبها؟ نفس الشيء يا مصطفى. يا شتيوي لازم تعرف إنه مصطفى أكبر من هيك بكثير، وبكرة الأيام بتخبرك مين هو مصطفى. بخاطرك. كيفك يا محمد؟ أهلا. أهلا دكتور. أهلين. دكتور سامي جوا؟ جوا تفضل. أهلين. صباح الخير. أهلا 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 ماجد. صباح النور. أهلا وسهلا. تفضل. شو ناوي تسافر؟ بكفي، اطمأنينا على الأهل والبلد والحمد لله القرية اصطلحت. يا سيدي إن شاء الله بتضل هالأمور هادي. أنا مش عارف يا سامي، لما أجي على البلد صرت أشعر كأني مخنوق، كل شي فيها صار يشعرني بالحزن. أنا معاك يا ماجد، معاك في كل اللي بتقوله. عقليات أهل البلد لازم تتغير، لكن هذا التغير ما بيتم بين يوم وليلة، بده صبر طويل. بس هاي مش حياة يا سامي، يوم قتل ويوم صلحة. أنا عارف الناس هاي ما بتمل. بس بتعرف يا ماجد اللي بلاحظه إنه في ناس في البلد إلهم مصلحة إنهم يخلوا الأمور دائماً متوترة. ناس من أهل البلد؟ هذا اللي مش عارفه، بس أكيد في أيدي غريبة. إيش في؟ إيش في أيدي غريبة يا رجل؟ هذه حجة ضعيفة لناس ضعفاء. لو كان عندهم النية السليمة كان ما صار كل هاللي صار من الأول. أنا مليت يا سامي، مليت، مليت من كل هالحكي. سامي قبل ما أنسى، بدك إشي من نادية؟ لا شكرا، سلم لي عليها. طيب سلام. مع سلامة الله. أهلا أهلا ماجد.
هاي اخويا نويها عبتنا نظلنا في هالمغاره. هلا شو بدك تعمل؟ يعني اشتغلنا للشغل، اشتقنا له، نروح نطخ لنا واحد ونرجع. اقعد احسن لك، اقعد. هو انا حاب القعده، رايق قعده، بس يا اخويا الوهر محسوبك جعان، زمان ما تزفرنا. ما لنا غير الملثم يدفع لنا. صحيح، ما لنا غير الملثم. انا لازم اروح له واتفاهم معاه. بتحب اروح معك ولا اقعد استناك؟ لا استنى هون يا رفاق، رايح اجيب لك توكل حتى تدوخ. جيب جاج يا اخويا نوهر، جاج، ترى ما بدوخ اخوك نوفان الا الجاج. ايش هو شخص غريب؟ يا ريت يا ناشي، يا ريت كانت المشكلة مشكلة شخص واحد غريب. احنا كنا في البلد اغراب، اغراب حتى عن انفسنا. لما جوزتوني لمقبول ما كان موقف غريب؟ توزيع مناصب المجلس القروي مش اغرب؟ توزيع المي على اراضي البلد بحق وبدون حق؟ حتى إحساسنا بحالنا صار غريب. إيش هو اللي مش غريب؟ إيش هو يا أخوي يا ماجد؟ إيش هو؟ ما بقدر أقول إلا الله يساعدك يا سمير، الله يساعدك. اي والله لو قبضتها والله غير ابعثها والعن ابو منين ما هي. وحد الله يا رجل، شو مالك؟ وين ولد يا محمد؟ طب اهدى اهدى وروق اعصابك، بس الولد ما في اشي، هذا هو جوا عند الدكتور. دكتور مالك يا طيب؟ مالك منرفز؟ جرح بسيط ما في شيء ابدا. اهدى اهدى اهدى. كيف اهدى يا دكتور؟ كيف اهدى؟ اي هي عامله؟ بكفيش انها ضربت الولد، كمان قاعده بتعاير لبسميره المره هاي. طيب اهدى اهدى يا ابو طيب، بدك تحط عقلك بعقل النسوان. الشغله مش شغله نسوان يا دكتور، وانت عارف، انت عارف احنا مين. لكن شو قولي بابو ماجد اللي خلانا مضحكه قدام اهل البلد؟ خير؟ شو في يا ابو طايل؟ صحيح اللي سمعته؟ صرنا مضحكه يا مفلح، صرنا مضحكه لنسوان البلد. بس قل لي كيف الولد هسه؟ الولد ما في شيء يا جماعه، هيو مثل الحصان، مش هيك عمو؟ لما ديك يا دكتور. الله يسلمك. يلا يا بيام، شكرا، مع السلامة. اهدى يا ابو طايل اهدى. واخرتها مع هالناس هاي يا محمد، اخرتها معهم. مشكلة صغيرة بين اولاد صغار هلا بتتطور وبتصير بين رجال. طول عمرهم هيك يا دكتور. بس هذا مش حكي، هذا مش حكي اطلاقا. هم صح ناس طيبين، بس عقليتهم المحدودة هي كل سبب هاي المشاكل. وين رايح دكتور؟ هلا برجع.
بالليل يا عيني بالليل وانا قاعد في المغاره وانا قاعد في المغاره بستنى اخويا نويهض بالليل يا عيني بالليل واخويا نويهض بده يجيب لي دجاجه دجاجه وحمراء ومشويه بالليل يا عيني بالليل وانا بستنى نويهض ونويهض ابصر ما دود خط تاخر على الدجاجه يا عيني يا بالليل يا عيني بالليل وانا بعرفها والمغاره هاي اخويا مالك اخويا وين كنا رايحين نروح اليوم يا نفهة وين تروح؟ دكتور سامي مالك؟ كان رايح يمسكني اليوم يا نفهة ليش يمسكك؟ وأنا داري عنه داير وراي أنا خايف منه يا نفهة مين هو يا أخويا نويهب؟ ولك شو صور فيك؟ أذبحك؟ شو إلي الساعة بقول؟ هذاك ساعة بتقول عن أنت يا أخويا نويهب ما جبتش الدجاج معك دجاج بعينك ولك أنا لساعة بقول الدكتور سامي مراقبنا وخايف بكرة يضوعنا كنت رايح الملثم شافني هربت أحسن شيء نهرب ولك وين نهرب نخم اسكت يا أخوي ما مش بقوله بلاد الله واسعة أكيد رايحين لقينا مطرح ولك وين نهرب وين بدنا نروح اسمع يا أخويا نويهب إذا أنت ما بدك تمزط خليني أمزط لحالي ترى محسوبك مزيتها مزيت بتحكي جد ولا بتمزح مزاح والله شوف يعني يمكن بحكي جد والملثم نسيته يا نوفان الملثم عرفته مال أنت نسيت إنك تقدرش تتحرك من دون أوامره هاي نتحرك ده شوف شو بده يساوي ها شو بده يساوي شو بده يسوي أدعس على ركبتك هذا أهبل شو بدك بيه تفلح منه يعني تفلح منه يعني ما في ولا شغلة عارفين تعملوها صح ما هو يا اخرس ولا كلمة هذا آخر النهار بوجهلكم إذا ما نفذتوا مهمتكم رايح أقضي عليكم السنة انت أمره بس كل شي راح نسوي ولا يهمك احنا مستعدين ولو تطلب راس مقبول الكلب انا اجيب لك اياه بساعة اسكت اسمعوني منيح مساء الخير يا حامد أهلين علي يا هلا وين هالغيب يا رجل وين بدك تكون قاعد في هالدار دورنا عليك ما لقيناك خير إن شاء الله صارت هوشي بين الأولاد الصغار وضربوا طايل ابن عم أبو طايل وجرحوه كيف هو الولد إن شاء الله إنه بخير هسا الدكتور عالجه بس المشكلة تطورت وصار يعايرونا على بياض شرف سميرة أنا عارف كله من عمي أبو ماجد أي هو شرف قليل ما بدري إنه ما يمحي عار الشرف إلا الدم بس شو بدنا نسوي عاد طب يلا معه وين يا علي هاي الجماعة مجتمعين في بيت أبو طايل يلا يلا توكلنا على الله منو هذا؟ أنا مفتح يا عم أبو طايل فوت جاي مسيكم بالخير يا جماعة ولا مساء الخير يا هلا تفضل هيا يا جماعة شو قررتوا؟ حادثة اليوم بتخليكوا تصدقوا اللي كنت أقوله يا جماعة عمر المصاري ما بتمحي عار الشرف مزبوط يا عم حتى الأولاد صغار والنسوان صاروا عايرونا أي هذا حكي طب شو رايكم نستشير أبو ماجد لا يا عمي لازم إحنا نتصرف من زمان لازم تقول هالحكي يا سيدي إحنا موافقينك
وعارفين انه الدم هو اللي بيمحي عار الشرف، بس دم مين؟ اسمع، اذا كان انتم موافقين يبقوا تركوا الموضوع علي انا. يا عايد يا خسارتك يا عايد. اهدى يا مقبول اهدى. ايدك عنك اوعي تقربي مني. ايدك عنك اوعي تمد ايدك علي. دم عايد مش ممكن اروح ببلاش. كل نقطه من دم عايد ثمنها الف راس من روس المتاريس. فاهمي ولا لا؟ انا كمان مثلك حزناني على عايد. عايد انسان طيب والكل كان يحبه. بجي خساره عايد ينقتل، بجي خساره. طيب انت تاكدت انه اهلي هم اللي قتلوه؟ شو بتقولي؟ بقول انت تاكدت؟ اي هو في غيرهم، في غير الانذال ممكن يقتل انسان في بيته مع ولاده، لا له ماله ناقه ولا جمل. ها ما تردي. لكن علي الجيره ومن هالشارب ما تروح لك يا ابو ماجد. لا يا مقبول، برضو ابو ماجد ابوي وعمك. اخرسي حياة عايد الغالية لطلع دمه من عيونك وعيون أبوكي. بعدين يا جماعة فكركم منو اللي قتلوا؟ اي انا داري منو اللي قتله يا حامد، بس انا خايف انه يتهمونا بقتله. احنا نقتل عايد؟ اي عاد الصحيح انه ما بيستاهل وجود. انا خايف غير نعلق يا حامد. يا جماعه لازم نعرف منو اللي قتله، سواء كان منا ولا منهم لازم نتقدم. لا يا عم ابو ماجد، انا اللي قتلته. يا وقعتها فوق روسه. طول عمري بنادي بالعقل والحكمة، لكن هاي المرة فاضل كيل فاض. بس لو نعرف شو اللي عملوا عايد حتى يقتلوه، ليش قتلوه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. هلا مقبول. هسه يابا مش رايحين نسكت عن حقنا يا باي مقبول. احنا مش لازم نخلي الموضوع طول، لازم ندق الحديد وهو حامي. وإذا طلب عطوة احنا مش ممكن نصلح حتى لو دفعوا مال الدنيا كلها. انا بسأل حتى افهم يا مقبول. قبل العطوة والصلحة بدنا نعرف شو اللي صار وليش. Thank you.
أهلا وسهلا يا ماشي. خير إن شاء الله. الليلة قبل بكرة بدت نفس الموضوع. أنا لو تعفيني الأسبوع هذا الله يخليك. إيش؟ أنا خايف الدكتور سامي يكون كشف الطابق. شو بتقول؟ هذا اللي جاك عشان هيك الأسبوع هذا بلاش أطلعنا. بلاش أنت لو فان بروح بدالك. بروح. هاي أخويا وين هروح؟ أروح يا رفان. بس ما قلتوا لي وين أروح. بطلت اروح. بدك تروح بقتلك فوق راسك ولا بقتلك هسه؟ ما دام جيتني بالبلاطفه وبالانسانيه بروح. هاي شغله سهله شغله سهله بروح خلاص. قعد بالأول يمه. وين أبوي يمه؟ هذا هو جوا. شو صار؟ كيف شو صار يمه؟ البلد مخبوطة على مقتل عايد وانتي بعدك بتقولي شو صار؟ طب احنا مالنا ومال عايد؟ الله يرحمه. ما هم متهمينا بقتله. مقبول قبل شوي طلع من البيت وحلف إلا يأخذ الثار عايد منا. ول يا جماعة ول يا ناس، احنا منوقع بمصيبة تجينا مصيبة ثانية. خوفتينا على أبوك يا سميرة. تعرف يا نادية، اليوم اللي ما بشوفك فيه بحس إنه يوم ضايع من عمري، والأيام اللي بتضيع كتير. مش مهم عدد الأيام، المهم قديش فيها سعادة وقناعة. على كل حال مشاكل أهلي وأهل البلد انتهت على خير، وهسه صار لازم نتفرغ لحياتنا وسعادتنا. كله مش مهم يمه، المهم أخوي ماجد. إحنا هون كلنا موجودين مع بعض، لكن أخوي ماجد هناك لحاله. والله يا بنيتي هبطي قلبي، إحنا لازم نقول لأبوك يلاقي له حل. لازم يمه حد يروح يخبره، ولازم يروح يخبره اليوم قبل بكرة. يا جماعة لا حدا يروح ولا حدا يجي الليلة، ترى انتوا عارفين يا جماعة دمهم فاير، خلوها للصبح تنشوف شو بدنا نسوي. حول هلا. صباح الخير. تلاقوا الخير. صباح الخير. صباح الخير يا عم. مع السلامة. تلاقوا الخير. أنا من رأيي يا عمي نبعث ورا ماجد، بلاش يظل بعمان، بقعد بيناتنا عبين ما تروق الحالة. يا حامد انت غشيم عن الدكتور ماجد، راسه ناشفه. شو رايك يا عمي اروح له انا بلكي نقنعته؟ خلها للصبح، خلها للصبح. صباح ربع زي ما بدك يا عم. تصبح على خير. على السلام. يعني ما جيت تصلي غير هالساعة يا ابو طايب؟ بس اذا ما قتلته بقتلوك يا نوفان. اقتلوا احسن ما تموت يا نوفان، اقتلوا. ابو
حلل خد صوتي وطربي لأرض تخلى من الحزن ودي يا جن حلل خد صوتي وطربي لأرض تخلى من الحزن ودي وطلبت الصبر لقلبي داوي لقيت الصبر طلب الدوايا